كارثة ثانية نأتي إليها، أنه ندخل في ملف التنمية واستراتيجيات التنمية، أنه كيف بلد هذه السنوات كلها فقط يصدر نفط ويشتري ولاءات، ولا الحقيقة لا يوجد سبب للنفط مخلوط ممزوج بين تقديمه كرواتب لمعايش الناس، وأيضا الأكم الأغلب منه لشراء الولاءات، مكائن انتخابية وموالين ملأوا كيان الحكومة بمجرد أن تكون لهم رواتب مستمرة بلا إنتاج. وبالتالي هذه أيضا فيها خطيئتين. الخطيئة الأولى أنك تسيء توزيع المال العام، لأنه مرة تعطيه لشخص محابي موالي لك وتعطيه مرتب وتحرم مواطن آخر، هذه الخطيئة الأولى. والخطيئة الثانية أنه الذي أخذته وحطيته في كيان الدولة أنت سحبته من سوق العمل، وبالتالي خلقت إنسان بطال، إنسان غير منتج يحتاجه سوق العمل. لو أنت وفرت مصادر للاستثمار الآن، هؤلاء الموظفين لا يمكن سحبهم من الدولة، لأنه ماكو موظف عند السعداد يروح يعمل بالشمس وبالحر وهو عنده راتب من الدولة، يبقى بالدولة. إذن أنت حتى توفر تنمية اليوم وقد تحتاج هذه الأيدي العاملة، أنت سوف لن تستطيع سحبها من الدولة وستبقى كاهل على الدولة، وسوف تحتاج إلى فرض ضرائب على القطاع الخاص، وبالتالي أيضا أجهضت القطاع الخاص في التلاعب في توازنات توزيع فرص العمل وسوق العمل. إذن هناك باقة مركبة من الأخطاء في العراق تتزايد، ولا أحد يقف، لأن القضية الاقتصادية قضية مهملة إعلاميا واجتماعيا وسياسيا ونخبويا، كلها تهمل القضية الاقتصادية، والحكومة تستفاد والأحزاب تستفاد من هذا التجاهل وهذا الإهمال.